السلام عليكم الوريدات ديالي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يدوز عندكم هذا النهار على خير وبخير ان شاء الله، والله يعطيكم صحيحتكم، والله يشافي اللي مريض، والله يسهل على كل واحد كيتمنى شي حاجه يا ربي في هذا النهار هذا. ودابا راني غادي عند ايه، عيطات ليا باغا تجي عندها شي غراض، غتجي لهنايا يمكن عندها شي حاجه مع المحامي. انا عيطات ليا غادي نمشي عندها نجيبها، قدرات تجي بوحدها. وكما كتوصيوني دائما كتقولوا لي خليك معاها دائما سيري عندها. انا كما قلت لكم هي بعيده عليا شويه، ولكن ماشي مشكل على وجهها هي وعلى وجهكم نتوما وعلى وجه الله، نمشي عندها ونفوت هلهيه ونوقف معاها على قد المستطاع ديالي، نعاونها بداك الشيء اللي قديت عليه معنويا ولا ماديا الا قدرت على شي حاجه. علاش لا؟ انا حسبتها بحالها بحال بنتي اللي شريتها لبناتي نشريها ليها، اللي بغيتها لبناتي نبغيها ليها، نرضي على بناتي كنرضي عليها، الله يرضي عليها والله يعاونها والله ييسر ليها مسكينه، الله يجعل ليها ربي الخير في داك الصالون، وبغيت ليها مسيره موفقه ان شاء الله، الله يسهل على الجميع. وانا غادي نتيسر دابا وغادي نمشي عندها، راه كتسنى فيا مسكينه، فين ما تضيق بها كتعيط عليا. ايوا هادشي اللي كاين، خليكم معايا نمشي عندها ونشوفها فين بغات غادي تمشي، غادي نديها ان شاء الله. يلا تسناوني. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ ما تكونوا بخير وعلى خير. صباح الخير عليكم كاملين. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا ماما خديجه الوالده ديالي. السلام عليكم، هي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ الوريدات الكويدات ديالي دابا هاد الصباح راه عندي صباح زوين، هذا اللي غادا معايا هاد الوريده، ودايما تسولوني عليها كما قلت لكم راه هي بعيده عليا، وما تنبغيش نقجر انايا كل مره نمشي عندها ولاده، ولكن الله ربي يخليك، ولكن من طبيعه الحال خصني نمشي عندها ونشوف الصالون فين وصال، نشوف الاحوال ديالها، ولكن راه تنعيط ليها. هي تقول لكم راه كنعيط لها كنسولها كنقول لها خصاتك شي حاجه بغيتي تجي عندي مرحبا. المهم اليوم كتسولوني على المحكمه وعلى داكشي، اليوم غاديين دابا. يلاه حنا غاديين دابا المحامي، راه كاين كيتسنى فينا، ها هي الورقه، غادي نمشيو ان شاء الله. وبقاو معنا كما قلت لكم، حنا دابا غاديين المحكمه، اي حاجه غادي نشاركها معاكم. وكنشكر ماما خديجه مسكينه تسخسخات وحق الله جات لي من يعني من بلاصه بعيده باش تجيبني المحكمه. شكرا بزاف خالتي، وهانتوما معنا باش نوريكم ان شاء الله كلش. حنا دابا قربنا المحكمه وتعطلنا مع الوطوروت والدنيا عامره، المحامي تيعيط مسكين، قلت له دير الطريق عامره وباش نمشي من الاول حتى لسباته، راكم عارفين لوطوروت لقيناها عامره. وعيطات لي مسكينه، قالت لي ماما خديجه، قلت لها انا جايه عندك دابا البارح، قلت لها راه عندنا واحد السيد مات، اجي عندي تجي هنا نخلص لك الطاكسي. والله يعطيكم صحيحتكم وشكرا لكم بزاف، كتسولوا عليها هي راه بنتكم واختكم كما كتقولوا، راه بنتنا واختنا. واش غنقول لكم، راه باقيه ايه، باقية مسكينة مأزمة، باقي الصالون ما خدامش، باقي المحامي دابا مسكينة ما خاصو الفلوس، هي خاصها ترونسبور باش تمشي وباش تجي، هي دابا بغات تجي غير المحكمة ما عندهاش حتى 50 درهم ديال الطاكسي، الصالون باقي ما خدامش، باقي خوتي والله إلا كتبكي، قالت ما عرفتش علاش ما كيجيوش الناس. البدية خاص بنادم يجي عندها اللي قريب لسباته يجيو عندها ويعاونوها، وخا يصوبوا يديهم يصوبوا شعرهم، هذا راه صالون زوين وراه باين لكم في بلاصه زوينه ومحتوى زوين، الله يسهل عليكم. خليكم معنا، حنا دابا وصلنا للمحكمة. احنا وصلنا خوتي المحكمة، ها هي ماما خديجه غاده، يلا ومعنا ودعيو مع دعيو معاها. امين. الوريدات ديالي كما شفتوا، حنا دابا خرجنا من المحكمه، دخلنا ودخلت معها نيت انايا القاعه، كيديروا قاعه مغلقه غير المحامي والقودات،
وآية وأنايا ما حضرش دابا عطاوهم باش خاصهم المقر تبليغ خاصو يتبلغ ولا ما حضرش حيت ما عندهاش هي مسكينه دابا ما عارفاش فين كاين ما عندوش هو وكنتمنى الا شاف هذا الفيديو كما تيقول راه صافي الرزق هذاك حرام رزق بيناتهم كنتمناه يجي مصطفى الله يرضي عليك الا شفت هذا الفيديو جي عند ايه وتفرقوا خوت وتبقاو خوت يجي لاه جيو كما قلتي انت تفرقوا خوت تفرقوا خوت صافي حرام رزق بيناتكم ومن بعد الا كتاب لكم الله تراجعوا راه واخا دوز 10 سنين وكتاب لكم الله راه كاين اللي تزوجوا تفارقوا هو تزوج وهي تزوجات وطالقوا عاود تراجعوا راه هذا الشيء راه الله اللي كيعلم الله يرضي عليك الا شفتي هذا الفيديو جي وفكوا هذا المشكل شوف حالتها مسكينه راه طريق بعيده عليها وباش تبقى تمشي وتجي الناس راه كل شيء كما كتعرفوا الجوك هو عنده اعمال ديالو عنده وليداته عنده حتى هو هذا راه ما يمكنش الانسان الوقت ديالو راه الوقت ديال الجامع كما كتعرفوا حتى هو كيخدم هكا ويخدم هكا هاد السيده اللي جالسه معاها مسكينه سميتها ليلى حتى هي عندها وليداتها صغار ما كاينش اللي قابلهم المهم انا عيطت ليا قلت لها انا راه ما نتخلاش عليك واخا نكون معطفين الحمد لله وخليكم معنا حنا غادي نشوفوا كيفاش الا تبلغ ولا لقينا شي عنوان ان شاء الله ودعيوا مع ايه هي بنيتكم وختكم وانتم كتشوفوا فيها وراكم عارفين الوضعيه ديالها كيفاش الصالون راه ما خدامش راه باقي كاتب كي كتقول لك ما تيجي حد والحمد لله البدايه ان شاء الله يكون خير كما كتعرفوا المحكمه كتبغي اجراءات وكتبغي الفلوس وكتبغي هذا الله يسهل عليها والله يعطف عليها القلوب ويحنن عليها المغاربه ان شاء الله يا ربي وخليكم معانا لا بنيتي الدنيا هانيه الدنيا هانيه راه بحال بنتي انا ما تخليتش عليها لا الدنيا هانيه كما كتشوفوا خوتي دابا حنا جينا مع كنا مشينا الصباح مشينا يعني ما فطرنا ما والو جيت انا ماما خديجه للدار فطرنا انتم هما اللي بخير وبدلنا حوايجنا دابا غادي نمشيو نخرجوا المهم غنوريكم اي حاجه غادي نشاركها معكم كما شفتوا انا يلا رجع فيا الضلع الصباح كنت كنبكي ومستريسيا وباغا نمشي وباغا ندير شحال من حاجه المهم باقا عندي جلسه وحده اخرى ان شاء الله باذن الله لحقاش يعني الاخر ما كيجيش ما كيحضرش وما يعني ما عندوش بلاصه فين دابا المقر فين غادي يمشي عنده العاب يعني الحمد لله دابا راه دازت الجلسه بخير وعلى خير الجلسه الاخرى ان شاء الله نتمنوا الخير يا ربي تفضلي ماما خديجه ربي يخليك كما كتشوفوا المتتبعين الوريدات الكويدات ديالي حنا جينا من سميتها المحكمه وجات فطرات وبدلات شويه الجو وبدلات عليها حويجاتها راكم غتشوفوا الفيديو ديال الفيديو كيفاش وملي شافت ماما خديجه كيفاش عاوتاني ولات كتوصيوني على ايه انا رب لا ما توصيوني راه الله شاهد وعواشر هادي راه المعزه ديالها راه شي يسرى ديما كنجبدها ليكم ايوا راه ايه بحال يسرى بحال كاع شوف كاع البنيات عزاز عليا كاع بنيات المغاربه عزاز عندي ولكن كاين اللي عندهم ظروف بحال هاد البنيه عندها ظروف راه بزمنك توقف معاها بزمنك عندك ولا ما عندكش توقف معاها راه حيت كتشوفي فيها بنتك تشوفي فيها اختك تشوفي فيها لا رجال ولا عيالات ولا حيت كلنا عيالات وكلنا فينا الرحمه وكل ام غتبقى فيها بنتها المغربيه خلي البنات لوالدين تبنياتنا المغربيات اللي عندهم ظروف راه بنياتنا كما قالوا رجال قال لك رحنا هذيك راه بنتنا اللي باقي صغار قال لك راه هي ختنا التعاليق ديالكم الزوينه اللي فرحاتني وشجعاتني وخليتوني نزيد كما قلت لكم داك النهار راه حلفت لكم قلت لكم في رمضان كنت غنوقف صافي فيديواتي وقفوا لا والو لا حنين لا رحيم ما كنبغيش انا نقجر على الناس نبقى كل مره نمشي عند شي واحد يقول لي دير معايا فيديو ولا وجهي تيغلبني واخا تشوفوني هكا راني حنينه وكيقولوا لي الناس جايه في الهضره ديالك مع الفيديوهات ولكن لا وجهي تيغلبني ما نبغيش نستغل شي واحد بحال دابا هذيك الحب مسكينه كتقول لي يلا تحيه لك حسنه كتقول لي المحل ديالك وقت ما بغيتي تصوري وحق الله كتقول لي مسكينه وقت اللي بغيتي تصوري اجي صوري المحل ديالك لا هي لا راجلها الله يعطيها صحيحتها ولكن انا وجيتي غلبني كنقول لها بنيتي راه ما نبغيش تقول لي جي صوري اي حاجه جات جديده وهي ديما تبارك الله عندها الجديد وكوجهي كيغلبني لا جات نتعاملوا مع الحمد لله الحمد لله ملي جات ايه مفاجاه ليا صراحه مفاجاه ليا حيت راه كما قلت لكم درت المستحيل باش نشوفها
نشوفها هي ونشوفها على قناتي انا كتعرفوني ما نكذبش نشوفها على قناتي باش طلع انا ماشي غنقول لكم لا حق راني انا بغيت نمشي عاده هي ولا الصراحه سنقولها بغيت نشوفها ونمشي عندها المحله هي وراجلها هي واكس وان ولكن الظروف الظروف قالت لي الظروف احكام يعني شوفوا ربي اش مقسم ليا كما قالوا لي الناس قالوا لي ربما كون مشيتي عندها من القنيطره ربي ما بغاكش تمشي تما ربما ما غاداش كاع تستافدي منها ولا تستافد منك ها هي جمعتنا الظروف وجات عندي والله يرضي عليها والله يسهل عليها وبغيت ربي اللي بغيتو لبنياتي وبغيتو لاعز الناس عندي بغيتو ليها وبغيتو ليكم بنياتي الله يعطيك امين بنيتي امين ان شاء الله ان شاء الله وزدت فرحت ملي شجعتوني وكتبغيو ايه يعني والله حتى لحمي وقف عليا لحمي بورش كتعطيوني الطاقه الايجابيه كتبغيو ايه كتحبوها الحمد لله الحمد لله حتى انايا داك النيه ديالي ما داتنيش لشي اتجاه خايب ولا هذا جابت ايه تل عندي هي وجوك الله يرضي عليه حتى هو الله يعاونو على وليداته وكنشكر كل من عاونني وكل من دعمني كنشكرهم ونعطيكم تحيه نتوما وبجهد الله وبيكم نتوما اللي سخركم ليا الله وبايه جات وتعاونوا معايا المتتبعين ديالي انا ما تنكرش الخير الله يعطيكم صحيحتكم والله يتبعكم الخير والصحه والسلامه والله بنيتي صراحه يعني راه باين بلا اللي كيبغي شي واحد من قلبه باين بلا حتى شي حاجه وكنبغي زعما هادي ماشي مجامله صراحه هي الله عمرها حتى عيط لها مع صباح قلت لها عافاك ماما جي خديجه الليل عيطي لي البارح عيط لها الليل وعاوتاني عيط لها مع صباح قلت لها ماما خديجه فين مسكينه جات عندي من بلاصه بعيده وجات عندي المهم يعني كتحسي براسك انك ماشي بوحدك وكتحسي براسك ان يعني الحمد لله معايا ماما خديجه معايا ماما ليلى معايا اختي حياه خويا كريم كنشكركم كاملين معايا المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب كنشكر كاع العيات اللي عيطوا وكيصوبوا فيها ما تبكيش ايا شكرا لكم بزاف وصراحه راه بلا بكم راه ما كاين حتى شي حاجه وكنشكركم بزاف مره اخرى على الدعم اللي درتو لماما خديجه ومكرهت الصالون قولي ان شاء الله وما كرهتكمش تزيدوا تدخلوا عندها ودعموها لحقاش انسانه كتستاهل وجو عندي حتى انا مرحبا بكم والف مرحبا ولا ما زيتكمش الارض نهزكم فوق راسي ان شاء الله باذن الله ومرحبا بكم كاملين مرحبا اللي قريب هنا يجي عند الصالون مرحبا بكم ان شاء الله والله مرحبا بكم جيو للصالون وخا غير تشرفوها غير تحس بكم تحس بكم يعني معنويا راكم جيتوا عندها وساندتوها وفرحتوا معها لذاك الصالون غير تجيو توقفوا وخا ما ديروا حتى شي حاجه وخا غير تجيو عندها راه غتحس بكم بانكم راكم فرحانين لذاك الصالون وفرحانين مسكينه ومازال ربي ان شاء الله غيعطيها حيت هي قلبها زوين حتى هي ظريفه ورا البراءه كتشوفوها كتبان لي على وجهها رغم الهضره رغم داكشي راه المغاربه كلهم معاها الله يرضي عليكم والله يحفظكم وكنتمنى منكم دخلوا عندي الفيديوهات الاخرين وتبقاو معايا دائما اي فيديو لا حتى تدخلوا تفرجوا الله يعطيكم صحيحتكم يعني شي حاجه محتوى ولا كيشرفنا حنا كمغاربه وتقدري تفرجي فيه انت وانتي وامك وراجلك يعني عادي ما كاينش شي حاجه اللي غتخرج خايبه ما كاينش خساره الهضره ما كاينش شي حاجه يعني بحال كتفرجي في ماماك او اختك ولا يعني عائلتك كتفرجي فيهم هذا راه هذه شي حاجه زوينه وشكرا لكم بزاف هذا الشيء اللي قالت ليكم يعني حتى انا واحد الوقت بقى فيا الحال درت واحد اللايف وقلت علاش كتدخلوا غير المحتوى اللي خايب راه هذاك الشيء راه ما مزيان لا لينا حنا نتفرجوا فيه ولا لدوك الله يهديهم اللي كيديروه زعما راه بزاف القنوات كيديروا شي حاجه خايبه شي وحده كدير الملابس الفوق كتصور بها شي وحده تبين هذاك الروتين اليومي الله يهديكم كنقول لكم الله يهديكم راه اللي بغى الفلوس بالحلال راه نقطه بنقطه كيحمل الواد راه الانسان يطلع درجه بدرجه والصبر والصبر انا راه نهار درت هاد القناه ما كنتش معوله على عام غتفعل ليا ولا على عام غادي يجيني هاد الادسنس راه بجهد الله وبيكم سخركم لي الله وبالنيه ديالي انا مرضيه مع مهمتي ومع با مهمتي كتموت كدعي معايا ثلاثه العيالات كيموتوا كيدعيو معايا الناس كلها الحمد لله دعيوات الناس الاوديوات راه سمعتهم لكم واحد مره في اللايف ما كنعرفهم ما يعرفوني الاوديوات الدعيوات زوينين والله يرضي عليكم والله يحفظكم وكونوا مع آية وساندوا على القناه ديالها في الكومونتير قولي لي صحت لكم الرابط الفوق كاع اللي سولتوني على القناه ديالها وفي اللايف داك النهار كلشي قلت لكم آية راه بنتي كتحط لكم الرابط ديالها راه هي كاينه دابا القناه غير هي باقي ما عندهاش تليفون
واش غنقول لكم الا كان شي وجيه زوين وشي هذا، الله يجازيكم بخير والله يعطيكم صحيحتكم والله. يعني راه هي باقا مسكينه دابا الخدمه باقا ما محركاش شويه الحمد لله، ولكن باقا ما محركاش. وكما كتعرفوا الكرا البدايه البدايه راكم عارفين كلنا اي واحد بدا شي خدمه راه كيبداها بالكريدي ولا كيبداها بواحد صعوبه باش عادي يجيب الله الرزق وان شاء الله يكون خير. وعلاش لا يقدر شي متبرع ولا شي متبرعه عاد تعيط لها تقول لها ايه هو التليفون علاش لا، ودير مسكينه فيه قناتها وتخدم حتى هي ما كرهتش دابا داك الصالون يخدم وتخلص من عاد هذا يصاوب يديه ب 40 درهم ولا 30 درهم ولا الشعر حتى هو 30 ولا 40 ولا هذا. ومع الفورفوار تبارك الله راه كاينين المغربيات كيجيو يصاوبوا عاد ب 20 درهم، كاين صالونات اللي صاوبوا ب 20 كيعطيو للدريه اللي تصاوب ب 20 درهم، كاين اللي ب 30 درهم على حسب كل واحد وعلى حي الحي اللي هو فيه وعلى حسب لا تا على حساب الصالون فين الموقع كيقدروا الناس دراوش كيقدروا كاين البلاصه مثلا المعارف داكشي كاين الناس اللي ميسورين الله يسهل عليهم، اللي عنده الله يزيده اللي ما عندوش الله يعطيه الله يسهل على الجميع. وكنتمناكم تدعموا ايه تدعموها وتدعيوا معاها وتساندوها وان شاء الله في مقارب راه غادي دير لكم ان شاء الله القناه ديالها وتفرحنا ونكونوا معاها فين ما مشات وفين ما جات. شكرا لكم ابنياتي كنبغيكم وكنحماق عليكم وتحيه للجميع والسلام عليكم. باي 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 باي.